رجاء التأكد من أخذ جميع عطلاتكم قبل مهدف الطائرة ورجاء الانتباه بعنوانات التدخين في الأماكن المخصصة لذلك في مطارهم يرجى العمل أن ننقلكم الآن استخدام هواتفكم الجوال حين كنتم ترغبون بذلك نعم لن تكون الخطة الجوية القطرية ضمن مخطط رحلتكم المستقبلية إلى أكثر من 150 وجهة لدينا حول العالم لحظة رحلتنا القادمة رجاء زيارة موقعنا على قطر الهوليستاتكا بالنعمة لخطة الجو القطرية وتحرك قرن الواحد ينور وقع الطائرة ترتد بعد بقية أفراد الطاقم نتمنى لكم القدوم ممتعة في كيب تاون إذا كنتم مؤثرين رحلتكم إلى وجهة أخرى فنحن نتمنى لكم رحلة عاملة الخطة الجوية القطرية معمولة في المسار شكرا لتابع صباحكم